طبعا هذا مشروع مهم من المشاريع التي تستجيب للاقتصاد الوطني وتستجيب لهذه الجهة في حاجة إليها. وطبعا هذا هو أحسن جواب على كل انتظارات الشعب المغربي، أن تكون مثل هذه المشاريع في مجالات الاقتصادية، ومشاريع مهمة متنوعة على صعيد التراب الوطني لخلق فرص الشغل، خلق قيمة مضافة، وخاصة مع كوفيد أيضا يعني الإقلاع الاقتصادي، وهذا المحور الأول الذي يعني جاء في خطاب جلالة الملك حفظه الله. طبعا سيؤدي إلى أن نشتغل على المحور الثاني اللي هو المحور الاجتماعي، ثم المحور الثالث هو المحور المؤسساتي لمواكبة الدينامية. طبعا نحن نساهم كقطاع ديال البيئة في هذه الدينامية الجديدة للاقتصاد الوطني من خلال كل ما يتعلق بالبيئة، ولا سيما فيما يتعلق بمحاربة التلوث الصناعي. يعني لحد الساعة تم استثمار ما يقارب 1,200,000,000 ديال الدرهم في مشاريع مهمة تصل إلى 120 مشروع يعني على كافة التراب الوطني. ثم الآن نحن بصدد إعداد يعني مخطط يعني 2030 فيما يتعلق بمحاربة التلوث الصناعي، سواء كان يعني تلوث الهواء أو يعني المياه يعني لاسينيسما أو أي نوع من التلوث الصناعي. ثم أيضا يعني معالجة النفايات الصناعية، وجزء من هذه النفايات الصناعية هي نفايات خطيرة جدا، ولذلك هذا واحد المخطط كبير نشتغل عليه مع وزارة يعني المكلفة بالصناعة، بالإضافة أيضا إلى ما نشتغل عليه مع وزارة الصناعة فيما يتعلق بالنجاعة الطاقية بالنسبة للقطاع الصناعي. نحن الآن نشتغل على مستوى المناطق الصناعية لمحاربة التلوث، ولكن في نفس الوقت نشتغل لكي نزود هذه المناطق الصناعية والصناعيين بما يجب من الطاقة النظيفة، أولا لتنافسية القطاع الصناعي لأنه لابد من تخفيض الكلفة ديال الطاقة، ولكن أيضا إذا أردنا أن نصدر، التصدير الآن أصبح مرتبط بموضوع البيئة، بموضوع يعني الانبعاثات إلى غير ذلك، وبالتالي هناك الآن ضرائب على الصعيد العالمي فيما يتعلق مثلا الضريبة على الكربون يعني التاكس كربون. فإذا لابد أن نعد أنفسنا يعني ونشتغل بشكل دائم ويعني بتنسيق كامل مع وزارة الصناعة، طبعا مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، باش الجانب البيئي والجانب الطاقي أن تكون له مكانة في الدينامية الاقتصادية بالنسبة لبلدنا. طبعا المساهمة ديالنا هنا في 20,000,000 طبعا باش تكون منطقة صناعية يعني متكاملة بما فيها معالجة يعني التلوث، وهذا غادي يكون لصالح أولا الصناعيين، لصالح الاقتصاد ديالنا والتصدير، ثم أيضا لصالح هذه المنطقة الجميلة اللي هي منطقة قروية، وإذا بالتالي لابد أن نحافظ على يعني على نموذجها البيئي. Спасибо.